قبائل الفوي، كل قبائل الفوي دعك من البرتي وحدها، أعتقد أن أعداد الهوسة كبيرة جدا، بالرغم من ذلك لا يمتلكون أرض وليس لديهم حكر وليس لديهم مساحة، فعددهم يتجاوز 500,000 نسمة في السودان، في كل ولايات السودان هم يتواجدون. حاولوا منذ فترة ليست قريبة بتكوين عمودية أو مشيخة أو نظارة في تلك المنطقة، وبدأ النزاع. حتى تكوين النظارة نفسها بالمناسبة تدخل فيها بعض السياسيين الذين لا يمتلكون رصيد شعبي أو قبائل شعبية قوية. تحديدا أحد السياسيين الذي ينتمي إلى قبائل الأنقسن وهي قبيلة صغيرة في منطقة الدمازين، حاول يستغل الهوسة وأن يكون لهم نظارة في أرض غير أرضهم، أو بمعنى آخر في منطقة هم كانوا ضيوف عليها أو كانوا يسكنون فيها في فترة طويلة، لكن من غير أن ينشئوا نظارة. فهو من أوعز إليهم بذلك، وهذا كان بداية المشكلة. أعتقد في فترة كان خرج، لو تذكر في فترة حمدوك كان هنالك قرار صادر بإيقاف كل الترشيحات والنظام الإدارة الأهلية، نعم، إلى أن يتم صياغة قانون جديد. واحدة من الأسباب الأساسية التي قادت إلى ذلك القرار كان النزاع ما بين البرتي والهوسة في منطقة الدمازين، لأن الوالي في ذلك الزمن كانت بدأت الشرارة الأولى، فأتى إلى الحكومة المركزية وأفادهم بأن ذلك سيقود إلى نزاع أهلي وما إلى ذلك.